بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الحجر وسورة ديشان يطبنا ترتيب القرآن الكريم آيات هذا نوع السقال يسقاشن وحسقاشن يأجيه سآيات هذا دور سورة دوت باشر وسورة النمل إيو كان إيو دور سورة دوت باسقاشن يا كتشوك سلا سورة بلا خلاف مكية من السور المكية وسورته النبي كسور دقي مكمر كتشوكي مكي وحال إيدا قبل الهجرة وحي سود دقي ميلك سبا النبي هاتشوكي يا مكي ليلة بعد الهجرة وحي سود دقي ميلك سبا النبي هاتشوكي مكبه هاتشوكي مدني با ليلة مركا قرآن كمكي أهي وحيو بدنيها شركة إيو أخلاقة إيو بدنيها سيدا درتا دواء إيدا قاقا بنيها قرآن كمدني مشروع وحيابها شرعية لغو الرقمية ألف لام را وسيدنا النبي تري إله وتعبه ولا تشيده تفسير نبا أمهين لكن سيدنا شيء إنه يوم عرب لغة عرينا يا القرآن كان النبي محمد الله كان حروف تعتقانا بكتم يسني هاي ألف يا رام يا سيدا عرسوا كلا كان بدك كلا حاجة أجر جنا بقرآن تلك تاس شارب عيد بالي إذا شيء شرفت ليا سيف لا إشارة تلك تعقيمها بدن آيات الكتاب كتاب في آياته سوي كتاب في النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إيه وقرآن القرآن مبين وعد وحنا عدينه مركب القرآن أنتو كتاب ذي كوعد فانتهي مركب كتاب ذي القرآن فوا إسلامي دوين وكتاب وأنا القرآن لبده بويه مركب لبده شيء إسكومي ذهل إسكوعد في عطف التفسير وحلي لاوي marka la wuxuuleeyaa kitaabka qiimaha badan wa quraan wax cadeynaya cadna oo inuu xaq yahay oo nabi ilaah muhammad lagu soo dajiyay oo xaq alla ka yimid way cadahay waxna wuu cadeynaya tilka taa qiimaha badan ayatul kitaab kitaabki aayadihi si way la yaqeen iyo quraan quraan mubeen oo cad waxna cadeynaya rubbama yawdu inay jiclaadaan baa laga yaaba alladina ku kafaru gaalobay لو كانوا هداي أهان لهايين مسلمين ومسلمين هداي أهان لهايين درهم إسكاجتك بأنه بيقال قول فراها كقال يأكلوها عنا صدح ولها ويتمتعوها الراحيستان ويريهم ها شغلي قلب قود الأمل يديدي لدى دان وما شيء كضع عيسان لهايين يديدي لدى دان فسوف يعلمون مرد بي أغاندونا آيات وحيت المامي سي وحالي لقيامها مركي لتبوه dhow siyaad buu ku soo galo markuu ruuxu dhimanayo ee malaa'ikatu adabki iyo malaa'ikii ay iyo malaa'ikatu raxmadi meesha timaado gaalku wuxuu dhihi dadka gaalada ah Allah dad muslimahaan lahayd qiyaamadan waxa la dadka muwaahidiinta ah oo laakiin naarta lagu soo yardahirayo markay naarta galaan bay ehelu gaaladu waxay dhihi wixii aad caabudayseen iyo waxa aad sheeganeysan mi waxba idiin tari waay way ku ragraganayaan مركاسا الله سبحانه وتعالى فضل جيسا يكجس الصار النار مركاسا يدها يعني لو كنا مسلمين هذا مسلمين على الله واسد الله بده شيء دوي كذا ربما يود إني على ذا يا لعذانته الذين كوي كفروا قالوا بي لو كانوا هذي أهان الله يعني مسلمين مسلمين هذي أهان الله مركا أركان مسلمين تو النار تلاقي الصار يعني أو جنة اللي قليني مركا أركان ملاك عذاب توميشن تاجنو عذاب في الديار لا لو كانوا مسلمين ذرهم إسكاجتك بالي يأكلوها عنا صدح حولها حولها إلا فكرة ديهين حولها وحون إسكاجون وحي كفكرة يانجرين دادك جاهلين تا أما قال دا حولها ويكحيهين حولو دور قوضي نعفي قوضي ويكالا قران يوم كالا قران ايا ذرهم إسكاجتك خفرها كقاد مهنا إلي جهاد مركا مجرين يأكلوها عنا ويتمتعوا حرها حيستان وحيّوا الراحة ويقانان ويلهم الأمل يدي لدها شغلش يدي لدى الدار قفك يدي لدى سر دار تهي وحوّي يواد اسكته بكين الدون تابع لغا يابا إنو يماده أدونك إنبذن إنو كل الله عذر خبار وشعلي هاي ومشغولين وضاعري عبادة دي بك مشغولين فسوف يعلمون وأدب بيوغان دونا وحاقود عدونا وحوّي يددك سيدا لليه وددك حق الديدي أغو إقوما موني دد فربذن أدونك جوغه ومركي نفتو كبحيسي قوما موضي وأهي أهيلي وتوحيدك لغو كرواي وانا رأي وما أهلقنا ما أنان هلاقين بو ألا يرمي الغنية المقالو إلا أن هلاقنا يسوى لها وحاوسونا
كتاب كتاب مدوي معلوم لا يقان أجل يقان إليه ما تسبقه ما هرم مرت من أمة أمة أجلها مدد يدك ما هرم مرت وما يستغفرون كمن الدبلعان الله عليهم مقالك السؤال لها لاقوا وحلوها لاقي مدد الله أغطل قلي معلوم كتابك هو أجل مكتوب مدقرا أين نافين يا الله أغطل قلي أمتنا كما هو رمرت أجل شيدي كمن الدبلعان ولو اللحظة ولو اللحظة كما الدبلعان معناه هو الدقنين بالقصين يا يوار حال قصير نقوم قرن ميسيدي إن هذا بحالة دي تاجن تاي بصورة قلة توبة كين بالقولية وحق الرعب بالقولية وادقني وين وما أهلنا ما ننها لكن من قرية مجاله من توايس كزائد قرية ومفعولكي إلا أنها لجني سولها وحوصنا كتاب أجل مكتوبه قرآن معلوم ولا يقان عند الله ما تسبق كما هو رمرت من أمة أمتنا أجلها مددي لو تلقي وما يستأخرون كمن الدبلعان وقالوا حيد هذين ولدي مشركين فاهين يا أيها الذي كانوا نزيل الودجي عليه كركيس الذكر وحي الودجيه إنك هذا قل مجنون وادوالا تايبينهم لو ما تأتينا مدنولة مادد بالملائكة ملائك إن كنت هداتها من الصادقين كورهم تشيق هداتك متها نبي الله محمد بي ما دينو وليه وادوالا تايبين إنك وحي الودجيه واجه زيس وحي له إنك وحي الودجيه واجه زيس ee uma arkaan inuu wax yahay hadu wax uu arkaan way raaci lahay war ninka waxba lagu soo dajiyay laho wad walantay bayne waxan quraash hore loogu arag oo abayowgayiga hore ka soo gaarin oo diinihi hore lagu arag yadnihi noola timid bay idhaane ee bal malaa'ika ar hadaad ku sheego oo lagu wax yahay ar malaa'ika bay idhaane malaa'ikana waxa Allah yidhi markii malaa'iktu timaado waa maray baba ayaan malaa'iktu haday timaado Allah subhanahu wa ta'ala hadu malaa'ika noo soo diri laha waa la baabi laha malaa'ik waxaad adoo gaachada ku qaban iyo hurdada ku qaban ayna ku jirin oo kula yaabin markaaba ma heesineysan waqalu waxay leeyeen ya ayuha kan alladii ki nuzila lagu dajiyay calay korkiisa adigu yaani sida sheeganeysa way inaka adigu la majnuun waabad walantahay law ma taatiina mad noolati maad bil malaa'ikati malaa'ik ay ku soo dagto oo ku marxaati kacdo in kunta hadda taay mina saadiqina ku warrunta sheego loo waxyoon allah wuxuu kaga jawaabay ما ننزل مدة جنو ألا إذا الملائكة ملائكة إلا بالحق أمور رب أمويه وحي بيلا سودجان هذا بيلا سودجان رحمة بيلا سو أمور رب أهو عجيب أمويان ملائكة الله بس سودجيو وما كانوا منع هذين إذا مركا ملائكة السودجيو منظرين كل كرن لها مركا والله بابين لها ملائكة هذه السودجين لها ما بتشوجين بها ملائكة هذه الأركلها ووقت عذاب سوى جبين الله وحوله ما ننزل مدة سودجنو الملائكة تملائكة إلا بالحق أمر وين وعجيب مويان وما كانوا من أين أهالين إذن وقت قال لسعودجي ملائكة مضرين كوا لسولها الله حليه إنا أنه نحن أنه نزلنا وسعودجي الذكر وحيه وإنا أنهنا له وحي قال حافظنا وإلى لنين وحي وإلى لنين الله سبحانه وتعالى فعل مركو كهل يوم سذا جمعوا كله نحن مرك اللغة العربية معلم نفسه بالليل إن النفسي أحد نفسي سوينينه يعيد له شو مرك الله عيد له ما شو تفعل كلامه قبنا يسأل عربت اللغة هذا ومصوغ وأمور صعنة يسوم معلم نفسي بالليل الله وحي أنا جا وحي السود جي أنا إلى عليه لبده بقى وحوي نبي محمد لقى صوب الله إلى في الوقت الحاضر وح القرآن وحبان كب دليله إلى هذا الله ما هي وح معنيه سلوحيه بدعي أمحون وقال والله أركي لكن واحد لفظ جيسه واحد كبد له إلى هذا الله لا يشدوا علينا صح صدق الواتن صاروا يوحي بسود دقيم ما كل عثمان بن عفان قري يورورين أيه دد با آية ده هي دد كلا آية ده هي كده يسوع حجينا النبي قال لوجا شعر يسوع حجسيه هو وصدا هذا يسوع حج وصدا النبي شعره هو ما كل قرآن هو حافظ نبأ وحال يدقيسه قلبه بادريه marka wuxuu qoray diinta yahuuddu qoray wax badan uu ku siyaadiyay wax badan uu ka dhimay qoladii yahuudda kaniisadoodii buu tagay iga gatuuday way ka gateen waxna way ka siyaadiyeen uu ku siyaadi waxna uu ka dhimay nasaarada intuu qoray waxna ku siyaadiyay waxna ka dhimay iga gateen oo ka gateen quraanku intuu qoray waxna ka siyaadiyay waxna uu ku ka nuqsaamiyay qoladii salaamka wiiyay ruuxa naga la tagbay
وبيسب نكي سيدي بوكو مسلمة وإلى حق تهي بوكان وحو الله يري إنا أنقو نحن أنقو نزلنا الذكر وحي قوان تجيني وإنا أنقو نلوه الذكر لحافظون وإلى علينا ولقد أرسل أوان تخيب الله من قبل كورتان نبي الله محمد في شيع الأولين أمته كاهرية شيع عدوى أمت اسكو فكرة marka ummadihii ka horeeyay isku wada fikradda ahaay kala fikradda ahaa hore baa rusul ugu diray way walaqad arsalna waan diray rusul mas'uulki baa go'an rususha aad u farabadan marka mas'uulka lagu way shay farabadan oo af lagu koobi kareen walaqad arsalna waan diray min qablka adiga horta rusul baan diray fiishii yaciil awliina dadkii hore kooxihiisi oo dhan uma yatihi uma imanin min rasuulin rusul dadka hore illa uu yimaada sakaanu waxay ahaayeen yastahziuna kuwa ku jeesay sabiga rasuulka qol kasta oo rasuul u yimaada way ku jeesaysi jireen nabiga lagu calooladkaysiino sidan adiga ay kuugu jeesaysay baa lagu jeesaysi jireen ogow waa adkaysaa laley nabi ilaah muhammadna diyaar buu yahay inuu adkaysto oo daacwada fidiyo diyaar buu yahay ubayatihim uma imanin ummadaha hore mid rasuulna rasuul uma imanin illa uu yimid sakaanu waxay ahaayeen يستهزئون كوا كجاس يسبيه بالرسول كذلك سيدا كواس بين انت قلب قود اللو قليه يانو نسلكه قرآن كي اي بينيين او قلينا في قلوب المجرمين دمبي لياش قلب قود ضمير كاس علماء دعاد بيسوق خلافين لكن سيدا نروا بأرهن ان قرآن كا اولا بينيين لو علي ساسا اغرهن الى تبوج بيكوبانا اينا يان او نقانا يان بين انت بانو قلب قلينا قرآن تبان قلب قلينا اوي intaas oo dad sida aynu ku dayna marka kadaalika sida ay u beeniyeen kuwi hore yaanu nasluku u beeninta quraanka u galinay fi qulubil mujrimina dambiyaasha qad qulubtood la yu'minuna marfumaynayaan marka bihi quraanka marfumaynayaan mar hadii beenintiiba qalbigooda ay ku shuban tahay oo qalbigoodu saafi ahayn quraanka marfumaynayaan qofka qalbigiisa arshaki iyo wasakh ku tinbu xaqqu gala laakiin qofka hadii wasakh qalbigiisa ka buuxdo adawa weel aan xalayno biyo lagu shubay way la yimiinuna marka mar rumaynay bihi bil quraan waqad khalat way tagtay sunnatu alawliina kuwi hore dhaqan koodi sunnadu waa dhaqan waa wada lamar ummadihii hore sidii loola dhaqmay iyana u dhaqmeen way tagtay waxbay beeniyeen rusulshi bay beeniyeen waana la halay marka qolada nabiga ilaahay maxamed la joogtay sidaas aad jirto oo dhibaatadaas aad jirte yaan dhibaatooyinku ku dhicmay macnaha ka dhigantay وقد خلط ويتكت سنة الأولين كوي هورا لقا كودي أما وضضو دي أي حيين ولو فتحنا هدان أفر عليهم دشوة بابا الباب من السماء وقفر وصمد الله بنايه وفضلوا أي أهدان يعرجون كوفورة فيه بابكا لقالوا حيديه لهين إنما سكرت ولا إن السر حادي أبصارنا عندها يجي بل نحن قوم بانا مسعرون الله سعري الله وعليه إن من كان سيدين حقا أقرنين oo inuu arkay hadii samada inta albaab la furo ay gala oo wax walba ay soo arkaan waana la idin sadexaad iyo dhibaana loo daboolay dhahay waana la saxray leey haday xaq hada qumaati uu arkaa qofka shakiga qaba yaa wixii uu arko yu hadana ka shakisay war waxaanu muxuu aha waa qofka shakiga qaba lagu yaqaan walaw fatahna hadan furro aleem dushooda baban albaab hadan furro mina samaa samada ka furro oo fadallu ay ahada yacrijuna ku wafuula fihi albaabka لقالوا وحيده إنما سكرت ولا الضبولي ولا إن سرحادي ولا أبصارنا عندها يجي بل وحكلب الداية نحن أن نقوم بأن مسحورون الله سحرين أنا قفك شكي قبا هذا واسدا أما إذا شكي قبا ما ركتينو أي ذاتك إلى بوفيس ما كل عاي وشكي قبا واحد هرتي سوف وحكا لما هذي أو قاد لي ولقد جعلنا وان يليب ألي سبحانه وتعالى في السماء سمد بروج والدوين وزينا هوان قرحنا السمد للناظرين رسوحة إيقايو يعني أركتي كالسوروني وحفظنا ها سواديوان إلى الناي من كل شيطان شيطان كل خجيم وملعونة إلا من شيطان ويسترق حضي السمع مسموع صاحضي وفأتبعه وحار راعي شهاب لن بالمبين ونعضو الله أركو وإنه أرقنا مبين إنتي النبي الله محمد كهر رئيسي سمضى إنتي شيطان وسفولان وسفولان يكسو حدي تري وحيي مسموع markaas saaliyaashi iyo kohaaniyaashi iyo waxaas ay u sheegi jireen markaas uu hal mid ah oo run abay boqol beenood ugu darayay markaas uu markuu halka mid ka sheego boqolka beenood kale uu gali waaba wali ba la leeyahay waxba looga sheegay qayb ku og yahay waa la dhig nabi ilaah muhammad
markii la diray shayaadintii dibilaha sala la dhacay waa ka shaydaan ku shiriyay dadkiisa inuu waxba jiree bal tinkii iyo wixii dhan buu diray bal dunka lagu kala firdo waxa waxa inuu ku dhacayo nabiga oo meesha naxla la yiraahdo daaif iyo malaha makay u dhaxaysaa joogo quraan akhri bay tinkii u yimaadeen wallahi waa ka wixii soo dagay bay ilaahay allah subhanahu wa ta'ala samada wadooyin wadooyinka dhowr tafsiir ba jirtee wadooyinka ay xidigihii iyo shamsiga iyo qabarku maraan waa wadooyin xidigaha laftoodana buruuj baa la yiraahdaa bilmetal waa 12 buruuji oo xamal iyo waxa ay u kala bixiyaan aynu ku deyno wadooyinka xidigaha iyo shamsada iyo qabarku maraan aynu ku deyno samadii sidaas loo yeelay waana la qurxiyo ruuxii dhowr iyo aragti ka suuroobiyo xidigihii iyo daruurti iyo hawadan qiimaha badan iyo madawgan waa madaw qurux badan waxaa laga ilaaliyay shaydaan oo dhajiyay adeyntii inta isfuusho soo dhageysan jirta malaa'igta soo dhageysan jirta wayna shayadeena la yuuxuun ila awliyaay intay soo dhageystaan kuwi saaxiibadooda dhulka jooga u keenay jireen waa laga ilaaliyay ila mid uu xogay soo xadamooyay waxaa la inta isfuulaan buumidi soo dhageysan kii dambe intaan dhimbishi soo gaadin iyo kii dambe inuu diiba laga yaabo inay dhimbishi soo gaadhan waa laga yaabo kaasuna kii dambe uu diibi dhulku sidii ku iman kuwi faaliyayaasha ahaa iyaga kaamar qaadanayay ii dhagta u saari sida shimbirta bahasha digaagta leedahay ilmaheeda qurqur ugu tiraahdo markaas uu soo toosi wuxuu leeyahay weli kaamil aan ahayo roob aba baridi waana run hadda tobankii boqolkii kale loogu daray oo beenir sidoo ugu higelaya allah wuxuu leeyahay wal qad jacalna waan yeelay fi samaa'i samada buruujan wadooyin baan yeelay ay xidigihii iyo shamsiga iyo qabarku maraan wasayyanaha waan qurxinay samada linaadirina qofka eegay midabkeedaba quruxsan وحفظناها الصمد وحنك إلى لني من كل شيطان شيطان كل شجيم ومرجوم باللعنة شجب قوات نجح الله صلى الله عليه إلا من أحد موية شيادين تكمد استرق السمعة مقل كي صاحبه وملائك تكسو حذي فأتبعه وحراعي اللي قد بقين شهاب دنبيل مبين نوعاد هذا حدقها لأنه حدق بعد عضي بين دنهنا وحيقول له إذا حدقت صادع ميشا لكن دنبيل باكسو بود xidigtu ma soo dhacayso waxa loo meesha ugu tala galay dhimbil baa intay soo boodayay dhexda ku soo gaaray marka waxa la leeyahay culimadu waxay leeyahay miyey dili dhimbishaasi mise dili meesho inayna dileynin bay u dhawdahay laakiin waa la burburin shihaabun baa laga daba keenay allah wuxuu leeyahay wal ardh dhulkana madadnaha waan fidinay bu allah sidana loo ballaadiyay biyaa lagu dul fidiyay ardhada waxaa laga ballaadiyay baa la yidhi iyadoo kuro ah maka maka waa bartabaha adduunka halkaas laga fidiyay waa qeynaa waan ku ridnay fiha dhexdeeda rawaasiya buura adag waan batnaa waan ka dhalinay fiha ardada dhexdeeda min kulli shay la arka kulligi mawzuunin oo xisaaban shay kasto oo la wasno geedahan iyo dhirtan way wasnoon yihiin in Allah ugu talagalay way xawayaanku waa in wasnoon in Allah ugu talagalay way biyuhu waa sidoo kale laakiin culimada qaar baa yiri waxyaabaha dahabkii waxyaabaha lacagta ayaa la sheegay dahabkii fiddadii waxa caamka ka fiican wax kasoo Alla samada uu ku dal abuuray waa wax qiyaasano aan xad gudub lahayn oo sidii Alla ugu talagalay bay u dhismayaan wal ardh dhulkii madadnaha waan fidinay wal qeynaa waxaan ku ridnay fiha dhexdeeda rawaasiya buura adag buuraha dusha laga saaray hadii kale laa tabiida min ahliha sayna dadku ula dhaqdhaqaaqay buura lagu quto buurahaasna way xushan yihiin dhulka oo ilaa meesha ugu hooseysa dhagax baa isa sii haysta وأبطنا وان دلنا فيها أرضا دحدا من كل شيء شيء لكم موزون أو حسابا وجعلنا لكم وحن إذن يلي إذنك فيها أرضا دحدا معايش وحلقنا والعضو يومن خلق الله سميدك إذا نهين برازقينك الداخسين لهم من كاسيني إله وفلي يهدلك وحن إذنك وحيابا لغنا والعضو خاشنك لعون لها يقنعسك يمره صبح لها يهربك لعون لها بيه لعب لها يقولك نوبسمين waxa kale oo inoogu sameeyay wax inaga riisqigoodu ina saareen xoola xoolaha nool ma riisq bay ka rabaan ilaahay baa roobka keeno daaqa u soo baxay adiga riisqiga ma rabaan ku foofiyo walidiin sameeyay kale idin ku talagalay way waxa kale yidhaahday inagu adoomo ma haysan carabta adoomihiina way soo galayaan bay inagu adoomo ma haysan allah wuxuu leeyahay waja'alna lakum waxaan idin ku sameeynaa fiha ardada dhexdeeda macaayisha wax lagu noolaado ama macaayisha mid walba waa la aqriyay iyo waman khalqi baan idin ku sameeynaa lastum aydaan ahayn bilaajiqiina ku arzaaqa lahu khalqiga oo hantidan aad haysataan way min shayin ma min shayin shay ma jiro ilaa ujirasa cindana agtayada waxaa ah khazaainuhu bakhaarkiisiiba ah wamaanu naziluhu shaygaana ma soo dejinayno
إلا بقدر قدر معلوم ولا يقانو حسابا مويان شيء كسوء جرا بخار كيسا أنيقا هايين هذا روب كوكالة بخار كيسا الله باهاي قدر لوغو تلقى وفتحاتنا هاي يارينا هاي وهل سودة جيني سندها بارتها وكالة وحالة إلا روبكو سند مكالة يرا لكن سند كأبارتها بضاها يميلها سكودة إيابالي بساند كأبارتها مركا الله قدر معلوم سودة رزقك قدر معلوم سودة جين ee hawiyaanka qadar macluuma shay walba Allah ba haya intu isagu ugu tala galin bu soo dajinaya subhanahu wa ta'ala wa in min shay ma min shay ma jiro ila wajidada indana aktayada waxa ah khazainu bakhaaradiisi wa man najiluhu shay gaana ma soo dajino illa bi qadarin qadar macluum la yaqaanu xisaaban mooyin qol wada tafsiir ku jira bari ka maqlay dabayshi fi'aad halaagtay dabayshi fi'aad halaagtay ما حسابنا الملائكه وما حسابنا waxa kala odhan xisaab buu wadaadka tafsiir buu ku jiray marka aanu meel kuma arag ay ku qorayd ma arag warsalna waan dhigay buu alleeyah allah waq arriya hadbaylihi la waqaha iyagoo dhulka talaali oo geedaha talaali talaal yani awr dhaw bay culimadu dhigi jireen kuma timir fiye marka la talaalayo wala awr dhaw bay dhigi jireen laakiin way talaalayaan way talaal ka soo qaadso talaal marka maxay yeeli walqad وارسلنا وادي فأرني أحد دبيل إلا واقحين يتلاليا فأنزلنا وان كسر الدجين من السماء سماء حجر ماء بيو فأسقيناكم هو إذن ورابني وما أنتم يذكون ما متهدين بخادنين قوة كي تنكر له نلقا كي تنكر روب كأن الدين كان هذه الدين كجعت الدين قليو ما كي تنكر تان الله با الدين كيديو الدين كان وين بركة دبيش هو الرياح دبيش الرحمة الرياح بالينا دبيش كلام مفرد بالو كان فيح وين marka dhulka intay ku timaado ee dhulka xaq oo jeermiski iyo wixii dhulka ahaa ay ka xaq geedahaana wixii jeermiska wixii ka xaq way talaali daruurahaana way talaali oo roob iyo ku talaali wax walba way talaali dabayshaas waa raxmad weyn ilaahay baa sidaa inoo yeelay waa asbaab la asbaabtu waa xaq weyn roobka oo alle idin siiyayna idinkuma idan ka tan karteen meel aad ku haysataan ma haysan ma heli kartaan ba allah ba idin kaydiyo marba intii idin ku filan boola idin ka keenay warsalla waan dhigay arriya hadaba ilahi la waaqixa iyagoo talaalaya geedihi iyo dhulki faajalna waad dajinna mina samaa samada xageeda ma anbiyo faasqiinaakum huwan idin waraabin nabu allay wama antum idinku ma tihidin bi khaazinina kuwa kaaytan kare lahu biyaha allah wuxuu leeyahay wa inna qudradiisu weena tusaya wa inna anagu la nahnu anagu nuxii waxba nooleyna wa namitu waanan billah ونحن الوارثون كوا باقي أنا وأنا جبود الله باقي تخلق قدر مرك هيدا ما دان كل جبا صاهر أن عيدنا ملك شيء عن كرين كواحد لو كحنا لا يوا الله قالوا تصير أول من سنين مرك مفعول كي باقو أن وفر بدني مرك مفعول كفر بدني هاي لا ما شيء مرك فر بدني وأنا لسه جنده وحلا وحي نال قدر يوحي دين تقدر الله ما عمله وين الله وحوله يه وإنا أنك لأن نحن أنك نحيي نالينا wax walba oo nool wanumiitu dilo wax kasto oo dhintay wanaxnu anaga alwaarisuna baaqi abu allalay allah wuxuu wal qad calimna waan ognahay almustaqdimina dadki horeeyay oo minkum idinka idin kamida wal qad calimna waan ognahay almustaakhirina kuwi dambayeen waan ognahay wa inna rabbaka rabbigaana huwa rabbiga yahsuruhum soo shirin innahu allah hakimu kafaltan wa ya'limna allah wuxuu noo sheegaya ila nabi aadam laga soo bilaabay iyo hadii khalqi ko horeeyba dadkii idinka idin ko horeeyay waan ogahay buu kuwi idin ka dambeeyay idinka laga bilaabo ila qiyaamahaana waan ogahay buu qiyaamaha kulligii isuuda keen kuwa horey ku dambe meel bal isuu keen waxa weeye qiyaamada bartankeed waxa weeye meesha shaam la ila ardu falastiin yaa la ila wa qiyaamada bartankeed dhulka waa la simi badaho dhan korka laga marin dhulka badaho dhan ila badaha naarsi baa ku jirtee ونارتي بابدها كسو بحيسي خلقها سادات كاليسي ودكين الله سبحانه وتعالى وحوله ولقد علمنا وان اقنهي المستقدمين كويه الرئي ومنكم إذنك إذن كم إذن نبي آدان لغا صوب الله ولقد علمنا وان اقنهي المستأخرين كوى الدنباية وإذنك لغا بالله إلى القيامة وإن ربك ربقان النبي محمد هو ربقا يحشره وصوشر كل قد كوى هريه كوى الدنباية إله قدر ذيسي dibmal innahu allah hakeemu kafalta wa ya'limuna ugo shay wal basidu ku fiican yahay yu ilmahanu maamuli wal qad khalaqana insana dadka waan abuuray
من صلصال دوبت دنانيسا يان كابوري او من حماين دوبه ودل مسنون نو اوريسا والجان جن كان وحان خلقناه وحان كابوري من قبله من نار النار من نار السموم نار تشيركا غشو سونكا يا جن كان لغا ابوري جانكو وحا ليرو ابو الجن marka jaanku shaydaan iyo jinkaba isaga dhalay laakin wixii shar leh ya shaydaan la dhig wixii kale jinba la dhig qolisaasi leh qoliyana waxa ilaa marka nabi ilaah muhammad waa ka yidhi jinka waxa laga abuurey ama jaanka waxa laga abuurey dab olola malaa'ikatan waxa laga abuurey noor aadamna mimma wixii la idin sheegay baa laga abuurey marka jaanku waa waxa la wixii qarsoon shaydaan ka mid ah marka misal salita waxa ku horeeyay noobadi markii la isugu waxa la leeyahay ila 6 gal baa la isku dari biya lagu qooshay mid diin laazibin bay noqon waa quraanku ino soo dooba dagdagta yey noqon hadama xama in masnuun bay noqono dooba urto oo madaw oo wadalka yey noqon hadana way qallali markaasi dooba markii saa loo dhaafta danantay noqon waxa la leeyahay sheeydaan ba arkay noobadi oo meel taala uu ku wareegay wixii oo gudala markuu arkay ya wuxuu gartay baa leeyin waxan gudhiisa wax lagu abuuri doono markaasu niyiisay yahay inuu lumiyo laakiin way ino iman doonta walaqad khalaqna al-insana dadki waan abuuray min salsalin dhoobad dananaysa waa dhariga marka la sameeyo sa uma danano min xamaayn dhooban ka abuuray madaw masnuunina uraysa diini laazibin baa ka horeeyay suuratu safar diini laazibin baa ka horeeyay wal jaanna jinkiina خلقنا وحن كعبور من قبله من نار السموم النار صنعة وضدك قشة ويقال ربك واذكر حسبا لي نبي الله محمد في الوقت قال ربك أكود للملائكة إني أنا خالق وحن أبوري بشرا ضدبان أبوري أو من سلطان روبان كعبوري روبان أصبح من حمائم وذل كهذا مسلون النوري فإذا سويته مركان كامل يالا ونفقت أن كأفوف فيه جهزي من روح روح ديدا فقعوا أدعى له لأجله ساجدين حالات سجود سنتهم ماشان شيطانك يا ملائكته السجود للنبي آدم وحنمل وإلى اللحمة لها سورة البقرة سورة الأعراف سورة سورة إسراء سورة الكهف يا سورة ضه يا الصاد انت ساكلت كانوا ملائك سورة ضه قارك وضوال عن أنت شيطانك قارنا لما عنا أن نسيدي باللغة تلي تنوى كوى اللغة عن أن الدونوي واذكر حسبا ليدي نبقى أو أشيك إذ وقت قال ربك ربك كويري للملائكة ملائكة إني أنا خالق وحان أبوري بشرا ومن سلطان الدوبة كأبوري دانانيسا ومن حمائن دوبة كأهاتي مسلون نوريس وكي ملاك سورة بقري إله مركو يدي بشر بان أبوري ووحديك دادين بان أبوري أنك بوان ميش وان شوكنا وكو حميدين وكي إلهني فإذا سويته مركان كامل يالو ونفقت أن كأفوف فيه روحا بشركا من روحي روح ذا إذا فقعوا أدعى له لأجله ساجدين حالة سجود ليسا فسجد الملائكة ملائكة ويسجد كلهم نمانتون أجمعون نمانتون إلا لكن إبليس أبا ودي ذي أن يكون إنو هذا مع ساجدين كوى سجودة إنو هذا وزي إلا ذا وحالي العربي استثال مقدعة هي استثال متصلة بكو علم ذا وحيوب بذيهم إبليس ملائكة كمد ماهين ملائكة إنه نكمله وحلقه قرن خاشم بعنا إبليس هو كبسن كقبسد الليل ويسأل الله لا يدري إليه قال له عاشي ملائكة بردوا مالك هذه سالة استثناء مقدع ونقن إلا الله بمعنى الله كم ونقن هذه سالة إذا ملائكة كمدها استثناء متصل مقدع كدا مرك فسجد الملائكة ملائكة ويسجدين كلهم نمانتوت أدمعون نمانتوت إلا لكن إبليس إبليس أبا ودي ذي أن يكون إنه هذا مع ساجدين كوي سجود إلا لكن أبا إبليس ودي أن يكون إنه هذا مع ساجدين قالوا فيه الله يا إبليس إبليس ما كان لك محاكوس من هذا الله تكون أعظم أهاني مع ساجدين كوي سجود محاذا لهم أدنقن محاك ودي ذينا سجود مع سجود وين إن بضم بالله لها قال الله فيه يا إبليس إبليس ما لك محاكوس من هذا يوم الله تكون أعظم أغم أدنقن مع ساجدين كوي سجود قال وحول إبليس لم أكن أهان ماي لأسجدك سجودا لبشر بشر سجودا خلقته أكابوسا من صلصال الضوبة أو من حمال الضوبة مدوء مسلون نوريس موحد ضوبة كابوسا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من دين أنا بك خير بدنه
أنا النار بعدي قابورسي إسمه دوبات قابورسي عقل حلو قلت وقياس قياس فاسد على ليه قياس فاسد وح قياس فاسد قياسي إبليس بعوه غير وحول مرها بدأ بكار دوبات قابورسي أنا قال النار قابورس أنا قلت النار يا دوبات دوبات ويدكنتها ويقبلوها وح بدل ما تسوى بحر لكن النار وح والله ويبابين إنسان يشوف سوى وح بلق بلق قيمة بمال النار سمي هذا قيمة قال الحولي لم أكن أهان ما يلي أسجدك إسجودا لبشر بشر خلقته وأتابرت من سلطان أو بدنا نيسا بولا سؤال سكيدي ورمين حمين لو بمدوكاة مسلون أو رئيسا